إصابة 5 جنود، حالة 2 منهم خطيرة، في استهداف موقع عسكري بمسيرة أطلقت من لبنان صباح هذا اليوم. أيضا إذاعة الجيش الإسرائيلي تقول مروحيات عسكرية تشارك في عملية مطاردة طائرة مسيرة في أجواء صفد بالجليل. إذا نتابع معك إلياس هذا المشهد. بالفعل غنوة، نحن أمام إذن حدثين متلاحقين ومتتابعين. الجيش الإسرائيلي لم يعلن حتى الآن انتهاء حدث تسلل المسيرات الانقضاضية، هو يشير إلى عدد من الأهداف الجوية وليس هدفا واحدا، بمعنى أننا لسنا أمام مسيرة انقضاضية واحدة اخترقت الحدود مع لبنان، ربما أكثر من ذلك. وهنالك أنباء أولية تتحدث عن سقوط مسيرة في كفار بلوم في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان، تحديدا في المناطق الشمالية لسهل الحولة، هذه المنطقة القريبة أيضا من حدود الجولان السوري المحتل. لم نبلغ حتى الآن عن وقوع إصابات، لكن ما يؤكده الجيش الإسرائيلي هو أن العملية لم تنتهي بعد، بمعنى أنه لم يسيطر على الحدث بشكل نهائي ولم يعلن انتهاءه، أي أن هذه المسيرات لم تصل إلى أهدافها بعد، لم تسقط أو لم يتم إسقاطها بواسطة المضادات الجوية، ويبدو أن عملية مطاردة لهذه المسيرات تجري بواسطة المروحيات العسكرية الإسرائيلية. وهذا غنوة يأتي في وقت تشير فيه بعض المصادر العبرية أن مسيرة انقضاضية صباح هذا اليوم، وهي حدث منفصل عن هذا الحدث، يبدو أنها استهدفت موقعا عسكريا أو حشودا عسكرية إسرائيلية في إحدى البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الدولية، الأمر الذي أسفر عن إصابة 5 من الجنود الإسرائيليين، توصف جراح 2 منهم بأنها خطيرة للغاية، وقد تم نقلهما إلى مستشفى رمبم في حيفا، فيما أن هنالك 3 إصابات أخرى تم نقلها إلى مستشفى زيف في صفد. الآن الإعلان النهائي هو عن انتهاء الحدث فيما يتعلق بتعقب هذه المسيرات أو هذه الأهداف الجوية التي كان أعلن الجيش الإسرائيلي بأنها اخترقت الحدود مع لبنان. سوف ننتظر ربما قليلا غنوة لصدور بيان آخر ليلخص ما جرى حقيقة في هذا المشهد، ولكن هذا يأتي في وقت صعدت فيه المقاومة اللبنانية هذا اليوم من ضرباتها الصاروخية أيضا باتجاه الجليل الأعلى، أكثر من 35 صاروخا أطلقت صوب الجليل الأعلى والجليل الأوسط، هناك إصابة مباشرة على الأقل في كرمئيل وإصابة سيدة بجروح، هذا بالإضافة بطبيعة الحال إلى الدفعة الصاروخية التي كانت استهدفت الشريط الساحلي الممتد من الخضيرة حتى الضواحي الشمالية لمدينة تل أبيب، والتي أسفرت أيضا عن إصابة 7 إسرائيليين بجروح وعدد آخر من الإسرائيليين الذين تمت معالجتهم إثر إصابتهم بحالات هلع غنوة.